ثلاث علامات في العين قد تدل على نقص فيتامين B12. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. كل عام وانتم بخير بمناسبه العام الميلادي الجديد 2020، ويا رب يكون هذا العام كله خير وسعاده للجميع ان شاء الله. النهارده هكلمكم عن حاجه وهي B12 مره ثانيه. انه بدي اكلمكم عن العين. العين ممكن يكون فيها علامات، ثلاث علامات، وجود هذه العلامات قد تؤشر على نقص فيتامين B12. فيتامين B12 ضروري في الجسم، حيث يعتمد عليه الجسم في ثلاث وظائف هامة جدا. الأولى صنع خلايا الدم الحمراء، الثانية تكوين وعمل الأعصاب، الثالثة بناء الحمض النووي في الخلايا، وأيضا هناك وظائف أخرى هامة. وجود نقص في الفيتامينات يمكن أن يؤثر على عيون الشخص المصاب بالنقص. هناك ثلاث أعراض في العين والتي يمكن أن تعني أنك تعاني من نقص فيتامين B12. فما هي هذه الأعراض؟ خلينا الأول B12، طبعا احنا اتكلمنا عنه قبل كده وعارفين ايه هو، وانه من الفيتامينات الهامة جدا للجسم، وان ليه ثلاث وظائف رئيسية. عشان نفهم ايه هي الثلاث علامات نراجع بسرعة الوظائف. قلنا B12 مهم جدا عشان تكوين DNA في الخلايا، واحد، وعشان الريد بلاد تكوين الخلايا كرات الدم الحمراء، ثلاثة مهم جدا عشان تكوين وعمل الأعصاب. دول الثلاث وظائف. نيجي نشوف العين. العين بهذا الشكل، فيها عصب اسمه ايه؟ العصب البصري، اوبتيك نيرف. العصب البصري ده احنا قلنا ان الفيتامين B12 ممكن يأثر على الأعصاب، نقصه يؤثر على الأعصاب. هو مهم لوظيفة لتكوين وعمل الأعصاب بشكل طبيعي. لو ناقص الأعصاب هتتأثر ولن تعمل بشكل طبيعي. من الأعصاب عصب في العين اسمه ايه؟ أوبتيك نيرف، أو العصب البصري. هذا العصب البصري لو اتأثر، ده اللي بيعتمد عليه الرؤية. احنا بنشوف الصور بنشوفها بتخش توصل للريتنا، ومن الريتنا بتستقبلها خلال الأعصاب الطرفية اللي واصلة العين، وتمشي عن طريق الأوبتيك نيرف عشان تروح على المخ، والمخ يترجم الصور ديت إلى شيء مفهوم. فلو الأوبتيك نيرف ده، العصب البصري ده، متأثر، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن الرؤية هتبقى مشوشة، بليرد فيجن. ادي ديت العلامه الاولى، بليرد فيجن، نتيجه تاثر الاعصاب. دي كده اسمها ايه؟ يعني تشوش في الرؤيه. ادي اول علامه. تاني علامه وتالت علامه معتمده على الوظيفه الثانيه اللي هي تكوين كرات الدم الحمراء. لما يبقى عندي نقص في فيتامين B12 ايه اللي بيحصل؟ كرات الدم الحمراء ديت ما بتتكونش بشكل طبيعي. لو ما تكونتش كرات الدم الحمراء ايه اللي بيحصل؟ لما يكون ناقص كرات الدم الحمراء يبقى ناقص هيموجلوبين، وبالتالي بيحصل الجلد بصفه عامه في كل الجسم بيبقى فيه لمحه من الشحوم، في لمحة من الشحوم نتيجة نقص الدم الواصل أو المحمل بكرات الدم الحمراء إلى هذا الجلد وهذه الأنسجة، من ضمنها العين، الجفن بتاع العين. بنيجي نشوف الجفن بتاع العين لما نبص عليه السفلي بصفة عامة، لما أبص عليه كده الطبيعي بلاقيه محمر، لما ببص على الجفن السفلي بلاقي طبيعي لونه يميل الى الاحمرار. لو في نقص في فيتامين B12 وبالتالي كرات الدم الحمراء لا تتكون بشكل طبيعي، يبقى هنا في ايه؟ يبان بدل ما هو محمر يبقى شاحب اللون، لونه باهت. فاول حاجه شحوب في العين، في الجفن السفلي بيبان.
ثالث حاجة برضو نتيجة فيتامين بي 12 بيتكون نوع من الأنيميا، نقص ال في نوع من الأنيميا بيتكون اسمه ميجالوبلاستيك أنيميا. هذه الميجالوبلاستيك أنيميا دي خلايا كرات دم حمراء غير طبيعية فبتتكسر بسرعة. تكسير كرات الدم الحمراء بيحصل عنه حاجة اسمها ايه؟ تحلل للمادة المكونة أو مكونات كرات الدم الحمراء، ويطلع منها في الآخر مادة اسمها بيليروبين. هذه البيليروبين معناها بالعربي الصفرة. البيليروبين دي بتترصد في أنسجة الجسم وتدي لمحة صفرة، وعشان كده مريض الأنيميا اللي عنده هيموليتيك أنيميا، أنيميا تكسير كرات الدم الحمراء، بيبقى لون جلده شوية مصفر، وده بنسميه صفرة أو جوندس. هذه العلامة بتبان في العين على شكل اصفرار برضو في العين، البياض بتاع العين بيبقى لونه ايه؟ مصفر شوية. يبقى دول التلات علامات اللي لو موجودين في العين الواحد يشك أو يقول احتمال يكون عندي فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 ناقص، وبالتالي يهتم بالأغذية أو بأنه يتناول المواد الغذائية الغنية بفيتامين بي، وهي في الغالب بتبقى مصدرها المنتجات الحيوانية، أو يبتدي ياخد حبوب البي 12 ياخدها، أو حقن المعروفة قوي اللي هي حقن البي 12 بي 6 بي 1 بي 12 اللي هو اسمها تراي بي، أو في السوق اسمها في نوع اسمه نيورو بايون. فلازم ياخد هذه يعني لازم يتبع هذه الإجراءات، يهتم بالتغذية دي حاجة، الحاجة الثانية يبتدي ياخد حبوب بي 12، الحاجة الثالثة ممكن ياخد حقن بي 12، ودي ممكن تتاخد في الأول كل يومين، وبعد كده كل أسبوع، وبعد كده ممكن كل شهر لحد ما الواحد يتحسن. يبقى ده إيه؟ ده فيديو عن ثلاث علامات في العين قد تدل على نقص بي 12. وجود هذه العلامات مش شرط يبقى في نقص في بي 12، لا، بنقول إيه؟ قد تدل، بتخلي الواحد يتجه فكره إلى أن احتمال يكون في بي 12، فبالتالي يحسن التغذية. إيه هي؟ تشوش في الرؤية، شحوب في العين، شحوب في الجفن بتاع العين، واصفرار لمحة صفرة كده في لون البياض بتاع العين. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم يعني اللي مش مسجل في القناة يبتدي يسجل سبسكرايب عشان الفيديوهات تجي لك أول بأول. ولو أنت مسجل اوريدي، لو انت مسجل اوريدي تقدر تعمل لايك، وبرضه تبعت هذا الفيديو لاصدقائك واصحابك عشان تعم الكلمه، والكلمه الطيبه صدقه. وان شاء الله اشوفكم بكل خير في الفيديوهات القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.